يمكن تابعنا منذ قليل طبعا مراسم استقبال السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في مدينة ياريفان عاصمة أرمينيا، وامبارح طبعا كان سيادة الرئيس وصل لمدينة ياريفان عاصمة أرمينيا في زيارة هي طبعا الأولى من نوعها الأول رئيس مصري منذ استقلال ياريفان أو أرمينيا عام 92، وده ضمن جولته الخارجية اللي زار فيها الهند وأذربيجان وطبعا أرمينيا. دلوقتي خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن دلالات هذه الزيارة من الكاتب الصحفي والباحث السياسي جمال رائف الموجود دلوقتي معنا عبر الهاتف. صباح الخير على حضرتك، أهلا بيك. صباح الخير يا فندم على حضراتكم، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بحضرتك يا فندم. يمكن زيارات خارجية مهمة لعدد من الدول الصديقة لمصر، آخرهم كانت أرمينيا، دلالات هذه الزيارات إيه يا فندم؟ يمكن هذه جولة تاريخية للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، لأن كل محطة في الحقيقة من هذه المحطات شهدت انطلاقة جديدة في العلاقات الثنائية، وشهدت أيضا يعني آفاق جديدة تنفتح أمام تعزيز العلاقات مع كل من هذه الدول. وأعتقد أن أيضا هذه الجولة بتعبر عن تنوع وجودة العلاقات المصرية الخارجية، خاصة في ظل هذا التوقيت الدولي الراهن الذي يشهد الكثير من المتغيرات. مصر متأكد أنها لديها دبلوماسية خارجية ثابتة وراسخة، وتستطيع المضي نحو تحقيق مصالحها الداخلية، وأيضا المساهمة في دعم قضايا السلم والاستقرار الدولي. وبالتالي هي جولة أكثر من رائعة وممتازة، وتأتي في توقيت بالغ الأهمية، وتحقق أهداف مهمة جدا سواء على الصعيد الاقتصادي أو السياسي أو تعزيز الشراكات مع كافة الشركاء. وأعتقد أن المحطة الخاصة بدولة أرمينيا الآن هي أيضا محطة بالغة الأهمية، لأننا بنتكلم على علاقات تاريخية أكثر من رائعة، علاقات تاريخية بها نقاط مضيئة كثيرة للغاية، وأيضا الآن الحاضر به نقطة انطلاق جديدة للعلاقات المصرية الأرمنية. أيضا كما حتى يعني ذكرت الرئاسة الأرمنية أن هذه الزيارة طال انتظارها، لأن بالتأكيد جودة العلاقات التاريخية كانت تستلزم أن يكون أيضا هناك في الوقت الراهن انطلاقة جديدة لهذه العلاقات لتلبي تطلعات هذا العمق التاريخي في العلاقات المشتركة، ويكون هناك نوع من أنواع تعزيز العلاقات الاقتصادية والتعاون التجاري ما بين الدولتين. وفي الحقيقة أن بعد عام 2014 هناك اهتمام من الدولة المصرية بتعزيز العلاقات المشتركة، عشان كده حتى وجدنا أن اللجنة العليا المشتركة المعنية بالشؤون الاقتصادية ما بين الدولتين انعقدت في عام 2017 بعد فترة غياب كبيرة جدا لم تنعقد منذ عام 2005. وبالتالي الدولة المصرية لديها إرادة قوية جدا لإعادة الزخم للعلاقات المصرية الأرمنية وتطويرها ودعمها، خاصة على طبعا الصعيد الاقتصادي. وأعتقد أن المجالات الاقتصادية بالتحديد بها الكثير من الأفق، سواء على الصعيد التصنيع طبعا للسياحة، وأهمية تنوع السوق السياحي المصري وغيرها من المجالات. عظيم. أستاذ جمال، هناك توافق كبير بين الإدارتين في مصر وأرمينيا على العديد من المواقف، ولعل هذا الأمر بيعتبر من أهم عوامل الدعم السياسي بين الدولتين. عايزين نتكلم عن هذا الشق مع حضرتك. بالتأكيد التفاهم والتقارب السياسي حاضر طوال الوقت ما بين مصر وأرمينيا، هناك دعم ما بين الدولتين في العمل سواء على صعيد الأمم المتحدة أو في التنسيق المشترك حيال القضايا المتعلقة بترسيخ السلام والاستقرار الدولي. والتشاور الآن في ظل هذا المتغير الدولي الراهن الذي يؤثر على الاقتصاد العالمي ويؤثر على الأمن الغذائي ويؤثر على أمن الطاقة مهم جدا لدعم هذه العلاقات التاريخية، ويعني فتح أمامها آفاق جديدة للمساهمة في إيجاد تعاون في هذا التوقيت. مصر تسعى لإيجاد تعاون أكثر من رائع في هذا التوقيت مع كافة الشركاء الدوليين، وطبعا على رأسهم دولة أرمينيا، لأن في الحقيقة هناك تفاهمات سياسية تنطبع على جودة العلاقات السياسية. حينما يكون هناك تفاهم سياسي، هناك تقارب وجهات النظر، هناك تواصل ما بين القادة طوال الوقت ودوائر صنع السياسة ما بين الدولتين، بيكون هناك طبعا انطباع أو بتنطبع هذه العلاقات وجودة هذه العلاقات السياسية على الشق الاقتصادي. عشان كده الآن بنتحدث إن جودة العلاقات السياسية والزخم الحادث في هذه العلاقات السياسية ما بين مصر وأرمينيا بالتأكيد سوف ينطبع على جودة العلاقات الاقتصادية، خاصة إن هذه الدول الآن تحتاج إلى إيجاد شراكات
حقيقية في ظل هذا المتغير الدولي الراهن، لأن نتكلم من طوال الوقت أن الدول الكبرى ربما بتنشغل بالصراع وتواجدها في الصراع الدولي، ولكن الدول النامية والصاعدة بتسعى لإحداث نوع من أنواع التكامل وتحصين نفسها من تبعات هذه الأزمات الاقتصادية العالمية، وبالتالي هذه الشراكات أنا أعتقد أنها مفيدة للغاية في هذا التوقيت الراهن. نتكلم كمان على زيارات مختلفة لبلاد تانية زي الهند، أذربيجان، وكمان آخرهم أرمينيا. أهمية هذه الزيارات لتوطيد العلاقات المصرية مع دول العالم كافة. يمكن التنوع في تحرك الدبلوماسيه الرئاسيه بيعبر عن الثوابت الراسخه في الدبلوماسيه المصريه، والتي تؤكد تنوع العلاقات وتوازن العلاقات منذ عام 2014 بالتحديد. وجدنا ان بوصله الدبلوماسيه المصريه والسياسه الخارجيه المصريه اصبحت متزنه تماما. مصر تنفتح على الجميع، مصر بتصنع علاقات دبلوماسيه واقتصاديه وتجاريه مع كافه الشركاء الدوليين بمبدا مهم للغايه، هو تحقيق المصالح المشتركة وتحقيق مصلحة الداخل المصري أولا، وهذه هي نقطة الانطلاق الحقيقية لعمل الدبلوماسية المصرية. وبالتالي هذه الجولة في الحقيقة أيضا بتؤكد اهتمام مصر بالدائرة الخاصة بنطاق آسيا وصولا حتى لنطاق شرق أوروبا، وهذه الدائرة في الحقيقة بتحظى باهتمام كبير جدا. بعد عام 2014 رأينا من قبل جولة للسيد الرئيس في منطقة آسيا، رأينا زيارات للصين لغيرها من الدول الآسيوية، ورأينا أيضا انفتاح حتى في مجال أو في دائرة في العلاقات ما بين دائرة شرق أوروبا، ورأينا زيارات جديدة للسيد الرئيس أيضا في نقاط لم يزورها رئيس مصر من قبل زي بولندا ومجر وغيرها من الدول. وبالتالي انا اعتقد ان هذا التنوع في العلاقات المصريه الخارجيه الذي يمتد بقى حتى للقاره الافريقيه وللجانب الغربي والنطاق الاوروبي ولكافه النطاقات الجغرافيه بيؤكد ان الدوله المصريه بالفعل بتتحمل مسؤولياتها كفاعل دولي واقليمي مهم للغايه، اصبح يعني لديه القدره على صناعه القرار والمساهمه في صناعه القرار الدولي الخاص بدعم الاستقرار والتنميه والسلام وتدعيم اطر كمان السلام والانسانيه، لان مصر دائما ترفع الشعارات الحضاريه والانسانيه امام كافه الشركاء الدوليين لدعم هذه الاواصر ودعم هذه العلاقات. ايضا مصر في الحقيقه بيتسع عملها الان السياسي والدبلوماسي الخارجي على مستوى الخريطه السياسيه العالميه بشكل عام، لا يوجد نقطه لا توجد فيها الدوله المصريه بعمل دبلوماسي رصين وقادر على تحقيق مصلحه الداخل المصري، وهذا يحسب للقياده السياسيه المصريه وللدبلوماسيه المصريه التي عملت بجهد كبير جدا خلال الثمانيه السنوات الماضيه لجعل العلاقات الخارجيه تحقق مصلحه الداخل المصري اولا. عشان كده بنجد ان حتى زيارات السيد الرئيس الخارجيه لا تقتصر فقط على الشق السياسي، بنجد اجتماعات مع دوائر المال والاعمال، رجال الاعمال، أيضا المصنعين، المختصين بمجال الاقتصاد بشكل عام، لان الهدف الحقيقي في هذه النقطه تحديدا. اذا سمحت لي استاذ جمال، المتابع والملاحظ من زيارات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الفتره الماضيه بيؤكد انه الرئيس لا يذهب في مثل هذه الزيارات منفردا، بل يكون معه وفد مرافق، فده مؤشر طبعا الى توقيع العديد من الاتفاقيات في مجالات مختلفه. الى ما يشير الوفد المرافق للسيد الرئيس في هذه الزياره؟ يمكن بالتاكيد الوفد المرافق دائما ما نجده يعني يحمل الطابع الاقتصادي اكثر. نعم هناك حقائب خاصه بوزاره الخارجيه وغيرها والتخطيط وغيرها من الوزارات، ولكن الحقائب الاقتصاديه دائما ما بتكون ايضا في جوله السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الخارجيه، وايضا وجود وزير الكهرباء او وزيره التخطيط غيرهم من الوزراء المعنيين بالشق الاقتصادي في هذه الجوله بيؤكد طبعا ان الشق الاقتصادي هو يعني من ضمن اهداف الرئاسيه لهذه الجوله، وبالطبع ده الهدف الرئيسي الان لكل دول العالم. كل دول العالم الان بتسعى لتعزيز علاقاتها الاقتصاديه في ظل هذا المتغير الاقتصادي الصعب الراهن، لان العالم كله بيعاني اقتصاديا. الاقتصاد الان هو يعني لغه العلاقات الدبلوماسيه الابرز في العالم، لان الجميع يريد ان يحقق يعني تحسين اقتصادي يعني يقلل من تبعات هذه الازمات الاقتصاديه العالميه على الدول. وبالتاكيد دول الجنوب كما حتى ذكر السيد الرئيس في زيارته للهند، دول الجنوب وتكامل دول الجنوب مهم للغايه، وهنا نعني الدول الناميه والصاعده. حينما
تتكامل ويعني يكون هناك تعاون ما بين الدول النامية والصاعدة، بالتأكيد ده مهم للغاية، لأن هم يجب أن يحافظوا على تجاربهم التنموية لديهم الفرصة الآن لتعزيز هذه الشراكات للمضي نحو خططهم التنموية وعدم التخلي عنها. وهذه رسالة مهمة، يجب أن لا نتخلى عن أحلامنا وطموحاتنا التنموية، وهذا ما تسعى إليه الآن الإدارة المصرية. الإدارة المصرية الآن باتجاهاتها الخارجية الآن بتسعى لتعزيز الشراكات الاقتصادية مع مختلف أقطاب دول العالم حتى نستطيع المضي نحو خططنا التنموية والاقتصادية بثبات. وأيضا رسالة مهمة لكافة الشركاء الدوليين أن مصر لن تتخلى عن الشراكات الاقتصادية مع كافة دول العالم، بل هي تعزز من هذه الشراكات ومنفتحة على الجميع. ودي الرسالة أيضا اللي بنشوفها في اجتماعات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع دوائر المال والأعمال في مختلف زياراته الخارجية. صحيح أستاذ جمال. عذرا طبعا، نتابع الآن لقطات مباشرة من استقبال الرئيس الأرميني وحديث جانبي بين الرئيس الأرميني فاجان خاتشاتوريان مع الرئيس عبد الفتاح السيسي في مستهل زيارته الرسمية التي بدأها بالفعل، وتابعنا مع حضراتكم مراسم الاستقبال منذ قليل للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكان في استقباله الرئيس الأرمني وعدد كبير من المسؤولين الأرمن. بكل تأكيد كما كنا نتحدث مع الأستاذ جمال دلوقتي، هناك العديد من الاتفاقيات سيتم توقيعها، هناك تقارب سياسي كبير بين الدولتين، هناك علاقات وطيدة تمتد ل30 سنة، لكن بكل تأكيد أستاذ جمال هذه العلاقات مرت بمراحل عديدة حتى تصل إلى المرحلة التي نحن عليها الآن. بالتأكيد، يمكن أنا أعتقد أن المرحلة الأهم بعد عام 2014 وإعادة انعقاد اللجنة المشتركة الخاصة أو المعنية بالتعاون الاقتصادي، لأن دي بالفعل كانت نقطة انطلاق جديدة للعلاقات المصرية الأرمنية قبل طبعا الانطلاقة الأهم في زيارة السيد الرئيس اليوم. وبالتالي هنا بعد عام 2014 بنجد أن الدولة المصرية بحثت عن تدعيم العلاقات مع الدول التي تربطها معها علاقات تاريخية ووطيدة. نعم، مصر تدعم علاقاتها مع كافة الشركاء الدوليين، ولكن هناك علاقات دائما استثنائية، لأن حتى قبل 30 عام هناك نقاط مضيئة في العلاقات التاريخية ما بين مصر وأرمينيا. ولا ننسى يعني استضافة مصر لجالية أرمنية مهمة للغاية، كانت يعني دائما محل ترحيب، وهذا في التاريخ يسجل بأحرف من نور للدولة المصرية. وبالتالي أنا أعتقد أن العمق التاريخي وثم الانتقال لمرحلة جديدة بعد عام 2014 بانطلاق انعقاد اللجنة المشتركة والتي وقع بعدها عدد من الاتفاقيات المهمة للغاية، وعدد كبير بالمناسبة، اتفاقيات لها علاقة بالأمور الجمركية، بالتعاون في مجالات التصنيع والتجارة وتعزيز حتى الأمور الخاصة بالتعاون الدبلوماسي وغيرها من الأمور. وبالتالي هذه الانطلاقة الجديدة التي حدثت بعد عام 2014 الآن بتترجم من خلال زيارة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أرمينيا، حتى نستطيع ترجمة هذه العلاقات التاريخية الوطيدة إلى علاقات تفيد الطرفين سواء اقتصاديا أو سياسيا. إذن يعني هذه هي الخطوات الدبلوماسية المصرية لتعزيز التواجد الاقتصادي والسياسي في هذه الدول. الرابط يعني المشترك أخيرا بقى أستاذ جمال، الرابط المشترك ما بين الدول الثلاثة وبعضها البعض لدى الخطة، خلينا نقول الدبلوماسية المصرية لتعزيز هذه الجهود في التواجد سواء السياسي أو الاقتصادي. يمكن الرابط المشترك هنا هو العنصر الحضاري والثقافي، ان هذه الدول بتربطها مع مصر روابط ثقافيه وحضاريه، وهنا بتاتي يعني الدوله المصريه التي تعزز فكره حوار الحضارات، فكره ان تتالف الحضارات بعيدا عن الافكار التي ظهرت من قبل في تسعينيات القرن الماضي المتعلقه بصراع الحضارات والتي اثبتت فشلها. مصر الان بترسخ لاسمى المعاني الانسانيه المتعلقه بحوار الحضارات واستغلال هذا العمق الثقافي والحضاري للانطلاق من خلاله الى علاقات سياسيه واقتصاديه ابرز. عشان كده هنجد ان في حديث السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في زياراته الثلاث بيتحدث عن هذا العمق الثقافي والحضاري في العلاقات المشتركه، لان هذا الرابط الذي يربط الدول الثلاث مع مصر المتعلق طبعا بالرابط الثقافي والحضاري، وهذا الرابط الذي به الكثير من الامور المشتركه
بالتأكيد نقطة انطلاقة مهمة جدا للانطلاق نحو تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية. يمكن كمان حضرتك يا أستاذ جمال اتكلمت في البداية عن السياحة، يعني قد إيه مهمة بين البلدين. يمكن في مصر زاروا السنة اللي فاتت أو العام الماضي 105 ألف زائر وسائح أرميني، فطبعا علاقات مهمة بين الجالبين، غير طبعا وجود جالية أرمنية قوية جدا هنا في مصر. بالتأكيد الجانب السياحي بالنسبة لأرمينيا مهم للغاية وتعزيزه في غاية الأهمية. طبعا مصر بتحاول طوال الوقت تنوع من أسواقها السياحية، ولكن كمان العمق بقى المتعلق بالروابط التاريخية ما بين الدولتين وارتباط بعض الأسر بأهليها هنا في أرمينيا أو في مصر ده مهم جدا. ويمكن حتى هناك تجربة حدثت من قبل فيما يتعلق بأحياء الجزور في اليونان وقبرص، وكانت ناجحة للغاية واستجلبت الكثير من العدد الكبير جدا من السياح. أيضا أعتقد أن نفس الأمر بالنسبة لأرمينيا، لأن هناك زي ما قلنا روابط يعني عميقة تربط الدولتين، وبالتالي السياحة لن تقتصر فقط حتى على فكرة السياحة التقليدية، ولكنها أيضا سياحة لها علاقة بالجذور ويعني اكتشاف الجذور، وهذه نقطة بالغة الأهمية وهي أيضا على أجندة مباحثات القادة، لأن أيضا مصر الآن التي تنعم بالاستقرار وبالنماء وب يعني جودة أيضا الخدمات المقدمة على صعيد السياحة، هي أيضا أصبحت عنصر جذب مهم جدا لمجال أو لكافة الأسواق السياحية. والحمد لله الآن الدولة المصرية بتشهد انتعاشة كبيرة جدا في المجال السياحي، وهذه الزيارة أيضا أعتقد أن هي سوف تدعم هذا القطاع بشكل كبير جدا. عظيم يا استاذ جمال، احنا بنشكر حضرتك طبعا، شكرا جزيلا على كل هذه التفاصيل.